السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة ديانة الأخشاب. إن شاء الله كما كتشوفوا هو الصالون الذهبي اللي طلع واعر إن شاء الله. هانتم تشوفوه باقي خشب، شوف هذا فينينا مزيان، هانتم تشوفوا قرانينا مزيان، يعني كل شيء فيني. هما تكاية ها هو مستكينة كونتر بلاك فينينا مزيان، هانتم إن شاء الله هو كي جاي ان شاء الله. الاخوان غادي نبدي دروك، راني بريباري صافي انا فينيناهم. ها هما الاخرين راهم لهيه ان شاء الله. ها انتم تشوفوا خشب بروت فينينا مزيان ان شاء الله. هنايا النقشه هاوده ما نقدرش نعمر هنا بالماستيك، صافي هذا هو الطريقه ديالو كتفيني مزيان ان شاء الله. وكنفوتو ها هو الماستيك نقيين، يعني السدادر نقيين ما فيهمش دوك الضرابي ولا شي حاجه ما كايناش باش غادي نديرها، ولكن بلا غادي نصرج هادي يبان الا بان شي ديفو غادي نريكلو ان شاء الله. يلا يا تمشيو معايا تشوفوا، ها هي راني مبريباري، ها هي لابري ديال انجكو، ها هي راني بريباريت الخلطه ديالي ان شاء الله. غادي نسرجيهم وغادي نوريهم لكم ان شاء الله، غادي نسرجيهم مزيان ان شاء الله. هاي تشوفوا يلا تبعوا. السلام عليكم الاخوان، هانتوما تشوفوا بعد ما انني سرجيتهم ولي درت لهم واحد الترطيبه مزيان، المهم فينيتو مزيان دركا كلشي راهم مسرجين فيني ليبر، خدمه راه فيني هانتوما فيني هانتوما. المهم ان شاء الله هاني بعد ما فينيتهم هاهما الطبلات ديالي ان شاء الله. غادي نمشي نخدم بهادي، هادي راها ذهبيه وغادي نضرب ان شاء الله وغادي تشوفوها ان شاء الله. هاي باش راني خدام، هادي السميه ديال هاد اللون مانيش عارف بالضبط شنو سميتو. المهم هاي البيستا و 30 كيتمشاو هما بالنماري. يلا الاخوان هيا راني خلطتها هنايا، غادي نوريكم الشكل ديالها هنا. هنا راه كتعطي شويه الحمارية ولكن هي ذهبي. اما زعما تصفى الاخوان، ها انتم تشوفوا الاخوان هذا هو اللون، غادي نضربو وغادي نزيد فوق منه الشامبان. يلا تبعوا معايا جميع المراحل. السلام عليكم الاخوان، ها انتم كما كتشوفوا اللون راني ضربته في هذوك السدادر وان شاء الله غادي نولي نضربو في هذا. تبعوا معايا تشوفوا التغيير. ان شاء الله نخليه العاديه راه دايره فيها النسمه ديال البيكوش بحال اللي فيها الكولا زايده، يا باش تكونوا على بال. والسولولوزيك راه كتختلف، كاينه اللي مجهده وكاينه اللي شويه. يلا تبعوا معايا، ها انتم تشوفوا الاخوان دروك غادي نضرب مات شامبان وغادي تشوفوا اللون اللي عطيني كيدير. هاوك راني ضربت الاخرين وغادي تشوفوا هذا كيدير يتحول. يلا تبعوا معايا. هانتوما تشوفوا الاخوان هذاك اللون كي داير، ها هو. وشوفوا معايا اللون الاخر، ها هو اللي داير اللي فوقو هذا ذهبي نيشان، هذا ذهب هانتوما في التكاية. نشوف هذا الشيء ذهب نيشان، ما كانش الدخول
نبي واعر انت. يلا الاخوان تبعوا معايا ان شاء الله، غادي نفينيهم ان شاء الله، غادي ندير لهم الكحله وغادي تشوفوا معايا ونضرب لهم البريو وتشوفوا الذهب كي داير. يلا تبعوا معايا. السلام عليكم الاخوان، هانتوما تشوفوا بعد ما ضربت الذهبيه ان شاء الله درك غادي نمشي ندير هذيك السواك بالكحل. كنخدمنا بالارض وازن الاخوان، ان شاء الله نوريها لكم. ها راني خدام بالديليو ديال الجمل الوايت سبيريت، وهي الاردوازين. الاردوازين هادي نتاع اطلس، ها هي مكتوبه فيها اردوازين. يلا الاخوان تبعوا معايا ان شاء الله، راني خلطتها مزيان ان شاء الله. درك غادي نضرب الكوش الاول، يلا تبعوا معايا. جيبوا شي بونجه تكون قاسحه، تكون هنايا قاسحه ماشي هذوك الروض. هانتوما تشوفوا الاخوان ان شاء الله دروك غادي نخليها تنشف، يعني تشد راسها مزيان، وغادي نبدا نصفيها لكن كاملين. ها هما عندك هذيك اللي ملهيه وهذا اللي هنا، هذا الذهبي النحاسي فهمتوا، ذهبي واعر فهمتوا الاخوان. ها هو كره ليه فهمتوا. يلا الاخوان تبعوا معايا بالله، ما ان شاء الله نخليهم ينشفوا شويه، واحد بعد 4 دقائق هكذا 5 دقائق، باش ما تبقاش تحيد لي الكحله اللي من الداخل. يلا تبعوا معايا. السلام عليكم الاخوان، هانتوما تشوفوا بعد ما شدت راسها ان شاء الله انا دي نبدا نخدم فيها. السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله درك غادي نمشي للمرحله التاليه، هي نجيب هاي الخرقه تكون نقيه وغادي نصفي بها. هذه هي المرحله التاليه. هانتوما تشوفوا الاخوان راني صفيتها مزيان ان شاء الله، دروك صافي نفوتوا للمرحله ديال البريو. يلا تبعوا معايا. هانتوما تشوفوا الاخوان غادي نمشي للكوش الاول ديال البريو، غادي نخدم بالاش اس نتاع الارتيكال.
السلام عليكم الاخوان، هانتوما تشوفوا هاهم طلعوا واعرين زاجة. هانتوما هانتوما زاجة خيارين كاع، فيهم لون واعر الاخوان. يلا الاخوان ان شاء الله بينا غادي نفرشهم نديرهم برا وندير لكم فيديو وتشوفوهم ان شاء الله. يلا تبعوا معنا. السلام عليكم الاخوان، ها انتم تشوفوا الشكل النهائي طالع واعر الصالون. ها انتم بيبي واعر، ها هو تشوفوا اللون في الضوء. ها انتم شي حاجه واعره. ها انتم الفينيسيور داك الشيء الرفاع. اللون الذهبي راه عنده الجماليه ديالو الاخوان. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى كل شاركوا في القناه ديروا جيم ديروا تعليق اللي عجبو هذا اللون. ان شاء الله نديروا فيديو خاص باش نوريو الطريقه ديال الخلط ديال هاد اللون هذا، لان ما فيهش الشامبان فيه واحد اللون اخر. يلا باش الا شفت عندكم اللي عنده الرغبه فيه يكتب لنا في التعليق بانه باغي يشوف اللون الطريقه ديال البريباراسيون ديالو باش نشارككم معاه ونوريكم والمراحل اللي تشوفوا راكم شفتوه. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى كل ديروا جيم ديروا تعليق ان شاء الله وما كان جديد في الجديد. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.